الحمد لله الجمعية كتنظم على التوالي لثلاث سنين المتتالية مسابقة في طيور الزينة، ولله الحمد كما كتشوفوا معنا هذه السنة كانت حضور قوي بالنسبة للطيور ديال الحب، طيور الحب الفيشر اللي هي يعني الأغلب ديال الطيور في المسابقة اللي هي طيور الحب الفيشر، ولله الحمد كاين مستوى قوي الحمد لله. هذا كيدل على ان الهوايه في بلدنا الحبيب المغرب ان غادي في تطور سريع ولله الحمد. كما كتشوفوا هنا معنا ها هما طيور ولله الحمد، غادي نبداو ان شاء الله التحكيم بعد دقائق مع الحكم الدولي، حضور حكم دولي ويمجي يعني هو تيري دولير اللي حضر البارح، والان ان شاء الله غادي نبداو عمليه التحكيم. بالاصناف كما كتشوفوا كاين الاصناف اللي مشاركه كما قلنا اللي هي طيور الحب الفيشر، الطفرات اللي كاينين فيها عندنا الجرين اللي هو صراحه كما قال الحكم الدولي لان حتى المسابقات فرنسا ما كيوصلوش هذا العدد اللي وصلنا فيه في هذا الطائر اللي هو الاخضر في الفيشر، تقريبا 75 طائر كما قال هو في المسابقه ديال فرنسا الاخيره كانت فيها 38 طائر فقط، وقال بان كاين مستويات ولله الحمد قويه. عندنا طيور الفيشر الازرق، عندنا الفيولي، عندنا كما كيعرفوا المربين بار بلو، عندنا بزاف ديال الطفرات ولله الحمد. الاوبالين حتى هو الاوبالين جري الاخضر يعني حاضر بقوه، وان شاء الله نتمنوا التوفيق للجميع. هما المسابقه الثالثه اللي تتنظم الجمعيه ديالنا، مسابقه تضم الطيور ذات لي بيك كروشو. هاد المسابقة يعني تنشوفوا فيها الجمالية تاع الطيور، كاين طيور تاع الفيشر، كاين البيرسوناتا، كاين الروز، كاين شكون اخر، المهم نقولوا بعض الانواع. هاد الطيور اللي نورمالمون اللي تتسابق تيكون واحد المواصفات اللي كيما تنشوفوا هنا، كاين على حسب لاطاي ديالها، على حسب الحجم، على حسب الراس، على حسب البلوماج الريش ديالهم، على حسب لو ديسان. تيكون واحد الحكم دولي اللي معنا تيتواجد دابا اللي تيقيم هذا الطير. كاينين طيور اللي تيتاليمينو في الاول، تيكونوا فيهم بعض يعني بعض السلبيات، مثلا تيكون شي رجل مهرسه ولا تيكون شي مواصفات اللي غير مرغوب فيها، هذوك الطيور تيتاليمينو سيغ بلاص. الطيور الاخرى تتحط في يعني لا طابل تاع ليكزامان، و تيكون التقييم ديالها من طرف الحكم. كل على حسب كما تنشوفوا هنا، كاين لي بوين فور ولي بوين فيبل. مثلا كان الطائر عنده لا طاي مزيانه زوينه راه تيكوشي البلاصه اللي مزيانه، على حسب الراس، على حسب البلوماج، اللون، على حسب لو ديسان، على حسب لا مانتونونس تاع الطير، لي كونديسيون، الصبعان تاع الرجلين ديالو مثلا، واش ياك ما ناقص عندو شي ضفر، ياك ما ناقصين جوج باغ اكزومبل، الا ناقصين جوج تاع الضفوره داك الطائر تيتالي منها ما تنقطوش عليه. فوالا هادو بعض المواصفات اللي تيشير ليهم الحكم. ودابا راه تيدير واحد الدوره الاولى باش تيحاول سيغ بلاس ايليميني الطيور اللي ما يمكنش يتنقطوا، وعاد من بعد هذه المرحله غندوزو للمرحله تاع التنقيط على الطيور الاخرى اللي غتشارك ان شاء الله.